انني خرجت فرحه كبيره الحمد لله. و 17 يوم داز قاصحه شويه، ماشي سهله انك تكون محبوس 17 يوم. كنت معاها، كنت انا وياها معاها بيت واحد، يعني ما تنفرقهاش وتنشدها كانني في الدار، ما كاينش زعما انني خايفه منها او ندير السيفتي ديالي ولا لا. والحمد لله كنشكر الطاقم الطبي من الاساتذه، من المدير، من ليزانفيرميير، من الساشفا، من لي سيكوريتي، كلشي كنشكرهم على الاهتمام اللي اهتموا بينا هذه الفتره هذه اللي حنا كنا عندهم. الحمد لله اللي تشافيت من هذا المرض كوفيد 19، وانا جيت فرحانه اللي غادي نرجع لوليداتي وعائلتي بصحه جيده، وذلك بفضل الطاقم الطبي وممرضينا واداره واعوان المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، اللي قام بجميع الاجراءات، قام بجميع العلاجات اللازمه وتوفير جميع الظروف الملائمه بالسريع العمليه ديال العلاج ديالنا. شكر خاص لزملائي في العمل، وعلى راسهم السيد دريس الجطور اللي كان مواكبنا نهار بنهار باش يطمئن على الصحه ديالنا. بصفتي مواطنه مغربيه اللي مرت بهذه التجربه القاسيه، تنطلب من المغاربه كاملين باش يلتزموا بالحجر الصحي ويلتزموا بتعليمات السلطات اللي تحت قياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله.